أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. يا فرعون فقولا
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فمررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم.